ندين ونستنكر ما قامت به المدعوة نجلاء المنقوش المكلفة بوزارة الخارجية من لقائها في مدينة روما مع ممثل الكيان الصهيوني. انتفض أحفاد عمر المختار في الشوارع الليبية بمجرد سماعهم لخبر لقاء وزيرة خارجية بلادهم مع وزير الخارجية الإسرائيلي. الشعب الليبي عاد وأكد على المؤكد أن التطبيع مع دولة الاحتلال هو طعنة للقضية الفلسطينية. رغم بعد المسافات إلا أن فلسطين تحتل عقول وأفئدة الشعب الليبي. اللقاء بين المنقوش وكوهن في روما أثار غضب كل الليبيين على المستوى السياسي والشعبي الذي اعتبر سلوك المنقوش تجاوزاً لثابت من الثوابت الليبية، واعتبرها رواد مواقع التواصل جريمة يجب محاسبة مرتكبيها الذين لا يمثلون حتى أنفسهم. الغضب الشعبي الليبي سمع صداه في تل أبيب وواشنطن واعتبر ضربة لجهودهم في مشاريع التطبيع مع الدول العربية. في المحصلة تقهقر وفشل مشروع كوهن والمنقوش، وانتصر أحفاد عمر المختار لمقولته يمكنهم هزيمتنا إذا نجحوا باختراق معنوياتنا، ولكن معنويات الكبرياء تعانقت في سماء طرابلس والقدس.